عمرك شفت عربية تقدر تمشي حتى لو الطريق مقلوب؟ مش عارف هتقابل الطريق ده فين، بس هي فعلا الاختراع ده وهقول لك اهميته دلوقتي. بس تعالى نعرف الاول هي ازاي بتثبت حتى لو الطريق مقلوب. يعني انت عايز تعرف المعلومه كده من غير لايك ولا فولو ولا اي حاجه؟ ببلاش كده ماشي، انا مسامح. الفكره كلها ببساطه ان في مراوح في السياره من الاسفل، وده علشان تعمل داون فورس بتوصل ل 2 طن. لا ده السواق بيقدر يدوس ويتحرك كمان. يعني ايه؟ مش فاهم برضه. يعني في مراوح بتدفع السياره للاسفل بقوه 2 طن. انت متخيل وزن السياره كلها حوالي طن؟ ايوه شايفك اللي بتقول انا استفدت ايه من الكلام ده، معاك حق. هقول لك دي اسرع سياره في العالم حاليا، اسمها ميك ماتشو، وبتوصل من 0 ل 100 في 1.4 ثانية وبقوة 1000 حصان. أكيد أنت هيغمى عليك من الأرقام، بس معلش خلي المعلومة دي كمان. لما سيارة تمشي بالسرعة دي فبتحتاج قوة دفع علشان تثبت على الأرضية، ودي كانت أهمية المراوح اللي إحنا اتكلمنا عنها في البداية، وده بقى يخليها تسبق أقوى سيارات كانت شركاتها بتزعم أنها الأسرع في العالم. بس السؤال الحقيقي بقى